محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات المباركة أشارت إلى معركة بدر الكبرى وبيان المنة الإلهية والفضل الإلهي وما جرى على المسلمين في هذه المعركة. معركة بدر بالمعنى الحقيقي للحرب والمعركة هي أول حرب وأول معركة جرت بين المسلمين والمشركين. كان قبلها غزوات، يعني أفراد يذهبون إلى مكان غزوة معينة صغيرة تحقق هدفها أو ما شابه ذلك. أما معركة بالمعنى مواجهة فهي أول معركة حصلت بين المسلمين وبين المشركين. حصلت في 17 من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية للهجرة. وبدر مكان المعركة هو بين مكة والمدينة، يبعد عن المدينة إلى جهة مكة إلى الجنوب الغربي ما يقارب 150 كيلومتر، وشمال مكة تبعد عن مكة ما يقارب 300 كيلومتر. هذه المعركة طبعا لها أسبابها. الله عز وجل بعد أن هاجر النبي إلى المدينة وأسس دولته في المدينة، وبعد التحمل الشديد الذي قام به وتحمله النبي في مكة ومن مضايقات المشركين وأذيتهم للنبي صلى الله عليه وآله، حتى وصل بهم الأمر أخيرا إلى التآمر على قتله، واضطر إلى الهجرة كما هو معلوم. لما النبي هاجر إلى المدينة أسس دولته وبدأت نواة الدولة في المدينة، وصار في مجتمع إسلامي. الله عز وجل بعد ما صار المسلمون لهم هذه الشوكة وهذه القوة ولو المتواضعة أذن لهم في القتال، فقال: أذن للذين ظلموا بأنهم أو أذن لل صراحة الأيام ذهني على كل حال أذن لهم بالقتال وصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة جديدة.
النبي بعث إلى المشركين في مكة أنه هو لم يأتي بالحرب، وليس هدفه الحرب، الأساس هي الدعوة، والأساس هي المجادلة بالكلمة. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فدعوني أنتم أهل مكة، ما بدكم تؤمنوا، هذا شأنكم، لكن دعوني وقبائل العرب، خلي يصير مفاوضة بيناتنا، دعوني وقبائل العرب. لأن النبي كان كلما بعث إلى قبيلة من قبائل العرب ليدعوهم، أو كلما ذهب أو هو بنفسه أو بعث شخصا ليدعوهم إلى الإسلام، كانوا يقطعون عليه الطريق ويمنعونه من ذلك، وكانوا يقفون خلف هذه القبائل في مواجهة النبي صلى الله عليه وآله، في حال أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الجزيرة العربية يبلغون دينهم ويمارسون دينهم بكل رحابة صدر، ما حدا بيتعاطى معهم. بقية الأديان اللي هي طبعا من المشركين أيضا يمارسون عباداتهم ودياناتهم أيضا بكل طلاقة وبكل سهولة، ما حدا بيتعاطى معهم. ليش يعني المسلمين بالخصوص والنبي صلى الله عليه وآله يمنع من ذلك؟ فإذا هناك مؤامرة على هذا الدين وعلى هذا النبي، اشترك ما اشترك فيها حتى أهل الكتاب من اليهود وغيرهم. لذلك كما بيحكي التاريخ أنه دائما كانوا في حال اتصال مع المشركين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله ما بدي منكم شيء، بس اتركونا نحن وقبائل العرب، أنا أدعو بالسلم بالكلمة، ما بدي قاتل. فما وافقوا، ما قبلوا مع النبي، ما استجابوا له، يعني ظلوا يلاحقونه ويضيقون عليه حتى بعد أن هاجر إلى المدينة. فقام النبي صلى الله عليه وآله بأمر يضغط به على المشركين حتى لا يعترضوا طريقه مرة ثانية. شو هذا الأمر؟ مكة تعيش على التجارة، وكان أهل مكة يذهبون في رحلات، الله عز وجل حدثنا لإلاف قريش إلاف مرحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام ويذهبون بتجارة قوافل، يأتون بالمؤن وما شابه ذلك، بيع وشراء. وطريق مكة الشام تمر بالمدينة أو قرب المدينة، يعني لأنه صارت هي الطريق إلى جهة المدينة. فالنبي يستطيع أن يقطع عليهم الطريق، بيقدر يقطع عليهم الطريق حتى يضغط عليهم وما يتعرضوا له مرة ثانية إذا ذهب إلى مكان ليدعو الناس إلى الإسلام. فكان يبعث بغزوات، إذا مر قافلة معينة يذهب هؤلاء من المشركين يقطع عليهم الطريق، فيأتون بالمؤن أو بصير في معركة بسيطة أو ما شابه ذلك. فحصل ذلك 7 مرات. في المرة الثامنة كانت القافلة بقيادة أبي سفيان، وكانت قافلة كبيرة، أغلب أهل مكة كان لهم في هذه القافلة، عندهم أموال وتجارات في هذه القافلة. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله إلى هذه القافلة ليقطع عليها أو ليأتي بالمؤن. فعلم أبو سفيان بذلك فبعث إلى أهل مكة، وطبعا غير طريقه وبعث إلى أهل مكة أنه القصة كذا وكذا. فاستنفر أهل مكة والمشركون وجيشوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لم يخرج أو يجهز لهذه المعركة كان واقعا تحت ضغط شديد، يعني بالقوة بالإجبار بالإكراه بالتهديد، الكل بده يشارك بماله بعبيده بسيفه بأي شيء. فجهزوا جيشا ضخما
بلغ 1000 مقاتل في ذاك الوقت، غير العدد والعتاد والأسلحة والأموال التي جمعت. والنبي صلى الله عليه وآله عرف أيضا بذلك، فأخبره الله عز وجل ونزل قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إحدى الطائفتين يعني إما القافلة تكون لكم، وإما النصر في الحرب. يعني صار أمام خيرين، إما بتظفروا بالقافلة وإما بتظفروا بالحرب إذا جرت الحرب. وهذا وعد إلهي للنبي صلى الله عليه وآله وللمسلمين. القافلة نجت والمشركون عرفوا بذلك، وأبو سفيان بعث لهم أن القافلة نجت وغيرت الطريق، لكن كبار المشركين كأبي جهل وغيره أصروا على قتال النبي، أنه هذه فرصة، جمعنا هذا الجيش وهذا الحشد جيد، فإذا فرصتنا أن نقضي على النبي، شو بده يكون عنده، نقضي عليه وعلى من معه من المسلمين. فإذا كان الهدف الحقيقي ليس استنقاذ القافلة، وإنما الهدف الحقيقي هو مواجهة النبي والقضاء عليه. وهذا أكده بعد ذلك المعارك الأخرى اللي جرت، معركة أحد ومعركة الأحزاب وغيرها، لما كانوا يهضموا يقدروا أن يشوفوا النبي صلى الله عليه وآله، والمسلمين عمال يزيدوا بيكبر عددهم، فقاموا بتوجيه هذا الجيش، فعلم النبي وخرج إليهم لملاقاتهم في بدر. طبعا هناك طبعا أمور إن شاء الله نتعرض لها فيما بعد. الله عز وجل كان له نظر خاص في هذه المعركة. النبي كما هو معلوم دعا بعدة أدعية، بعدة مواقع قبل بداية المعركة وفي بداية المعركة وفي وسط المعركة، كان له عدة أدعية يطلب من الله عز وجل فيها المدد والعون والنصر. وواحدة من الأمور الإلهية اللي حصلت أن المكان الذي جلس فيه المسلمون هو مكان رملي، رمل يعني لا تثبت فيه الأقدام، والمكان اللي جلس فيه المشركون مكان قاسي. ما الذي جرى في الليل؟ طبعا المسلمين ناموا في الليل وأمطرت السماء في هذه الليلة، فالأرض الرملية تلبدت وثبتت حتى صارت الأقدام تثبت فيها، والأرض القاسية اللي فيها المشركون صارت بشبه المستنقعات، أعاقت حركتهم. والله عز وجل بيّن هذا الأمر في القرآن الكريم، أنه هذا كان عون إلهي للمسلمين. يعني الله عز وجل يمد العبد المؤمن بأمور بأسباب قد لا يلتفت إليها الإنسان. كان عدد المسلمين 313 وعدد المشركين 1000 كما قلنا، وبدأت المعركة بالطريقة التالية. العادي كانت عند العرب أن يبرز بعض الأشخاص للقتال ويطلبون البراز قبل بداية المعركة، قبل الالتحام. فخرج عتبة والوليد وشيبة، وإن رسل كبير عند المشركين، خرجوا وطلبوا الأكفاء. في بعض الروايات تقول أراد الأنصار أن يبرزوا لهم، النبي قال لهم لا يريدونكم أنتم. وبعض الروايات بتقول أنه خرج لهم مجموعة من الأنصار أو 3 من الأنصار، فقالوا من أنتم؟ قالوا فلان وفلان. قالوا لا نريدكم، نريد بني عمنا، يعني أهل قريش المهاجرين، أهل مكة، المسلمين من مكة. فبرز علي عليه السلام بإذن من النبي، وحمزة وعبيدة بن الحارث، وكلهم من عبد المطلب، بني عبد المطلب. وطبعا التحموا، علي عليه السلام قتل الوليد، و
حمزة قتل عتبة أو شيبة وعتبة، وطبعا عبيدة لم يستطع قتل عتبة، ساعده أمير المؤمنين عليه السلام والحمزة. ثم جرت المعركة وانتهت بنصر المسلمين. طبعا في هذه المعركة أمور يمكن للإنسان أن يقف عندها. الأمر الأول أن القتلى اللي كانوا من المشركين كما تقول الروايات كانوا 70 رجلا، قتل علي عليه السلام نصفهم وباقي المسلمين النصف الآخر. اللهم صل على محمد. والذين قتلهم علي هم النخبة من جيش المشركين، يعني الفرسان الأشداء المقاتلين، مثل العاص بن سعيد بن العاص. وهذا الرجل عندما نزل إلى المعركة كل المسلمين أحجموا عنه، ما حدا قدر ينزل له، برز له علي عليه السلام وقتله. ومن اللطائف أنه الخليفة الثاني في بعدين يعني قال لولده سعيد بن العاص أنه لست أنا في يوم من الأيام، أنه لست أنا الذي قتلت أباك، وأنا كنت أتمنى أن أقتله، لكن أني أصلا لما شفته هربت منه، وإنما الذي قتله علي. وطبعا هو له مغزى بهذا الكلام، يريد أن يؤلب على علي عليه السلام. فقال علي عليه السلام: لقد محى الله عز وجل الشرك ببزوغ الإسلام. وهذا حديث، هذا كلام لا حاجة إليه في هذه الأيام، الكلام انتهى مضى. ولذلك أنت بتشوف آل أبي سفيان بقيت في قلبهم هذه الحسرة، هذا الحقد، أنه كيف علي عليه السلام قتل آباءهم وشيوخهم في معركة بدر، وأبيات يزيد على رأس الحسين عليه السلام في الشام واضحة. عندما تمثل بهذه الأبيات وقال: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ليت أشياخي ببدر شهدوا، يزع الخزرج من وقع الأسل، أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، إلى آخر الأبيات. وقال: يوم بيوم بدر. وقتل أيضا في هذه المعركة أبو جهل كما يذكر التاريخ. ثم قتل علي عليه السلام حنظلة بن أبي سفيان، وقتل طعيمة بن عدي أو طعيمة بن عدي ونوفل بن خويلد، وكان من شياطين قريش. الأمر الثاني أن الله عز وجل أنزل النصر على المؤمنين في هذه المعركة، وهذا من الأمور المهمة اللي ينبغي أن نقف عندها. الله أشار في الآية اللي قرأتها: إذ يقول أو إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. إذا نزل في هذه المعركة 3000 من الملائكة. هؤلاء الملائكة وقفوا إلى جانب المؤمنين وكانوا يقاتلون معهم أو يثبتونهم في المعركة. ثم يضيف الله عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. إذن هناك أمران، الأمر الأول هو الصبر، لأنه كثير من المسلمين وحتى هذا المجموعة اللي خرجت جزء منهم خرج وهو لا يريد الخروج، لا يحب الخروج، متثاقلا. لكن الأنصار دعموا النبي صلى الله عليه وآله، وهم الأكثر كانوا، وقال له رئيسهم سعد بن معاذ، سعد قال له: اذهب
أو لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكم مقاتلون. وتكلموا بكلام شجع النبي صلى الله عليه وآله على الخروج، لكن جزء منهم كان كما قلنا خرج متثاقلا. إذن الأمر الأول هو الصبر. الحرب هو عبارة عن قتل وأزهاق نفوس وبذل دماء، وقد يكون في خراب، خصوصا بهذه الأيام أن طبيعة الحرب تغيرت، قد يكون في ضغط على المدنيين، قد يكون في تهجير، قد يكون في تجويع، قد يكون في دمار. إذن بحاجة إلى صبر وتحمل. الأمر الثاني هو التقوى. التقوى أن يعني أن يكون الإنسان قتاله لله سبحانه وتعالى، وأن يكون هدفه الله سبحانه وتعالى مع التزامه بالأوامر الشرعية. إذا حصل هذان الأمران الله عز وجل ينزل النصر على عباده المؤمنين، يؤيدهم بالملائكة وبالنصر وبالعون الإلهي. وهذا طبعا احنا صرنا لمسنه في العصر القديم وفي العصر الحاضر في عدة مواضع، وحرب تموز أكبر شاهد على هذا الأمر، حيث اجتمع العالم بأسره ولم يكن معنا إلا الله سبحانه وتعالى. المسألة الفقهية طبعا مسألة هي محل ابتلاء، وكلتنا نحن بنعملها إنما من باب التنبيه والتأكيد، وقد يكون عند البعض بعض الأخطاء فيها، ومسألة مهمة جدا هي مسألة الطهارة. نحن حكينا فيما مضى عن الغسل، اليوم نتحدث عن الوضوء. الوضوء طبعا هو من الأمور اللي إذا الإنسان كان فاقدا لها ليش أهميته؟ إذا كان الإنسان فاقدا للطهور عن عذر أو عن غير عذر، جاهل غافل نسي، وبعدين عرف بتكون صلاته باطلة. جيد، يعني الواحد كان عم يتوضى غلط، بعد 50 سنة عرف بتكون صلاته باطلة. وهذا مورد اتفاق عند الفقهاء، إذا إنسان يغتسل أو يتوضأ. هلا بالغسل في كلام عند البعض مثل السيد السيستاني، بس بالوضوء مورد اتفاق أنه من كان يتوضأ خطأ فصلاته باطلة، حتى لو كان نسي، حتى لو كان جاهل، حتى لو كان غافل. لذا الإنسان منيح يهتم ويعرف الوضوء الصحيح. الله عز وجل يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا يقول الفقهاء الوضوء غسلتان ومسحتان. طبعا هناك آداب، يعني مثلا غسل اليدين، المضمضة، الاستنشاق، هذه من المستحبات. الواجب أن يغسل الإنسان أولا الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. يعني إذا إنسان حط إيده بهالطريقة هيك، حط إيده على وجهه وعمل هيك، هذا المنطقة اللي يجب عليه أن يغسلها. إذا كانت الإيد طبيعية والوجه طبيعي، واحتياطا بزيد شوي من الميلتين حتى يتيقن بأنه غسل الوجه. ويجب في غسل الوجه أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، لا يجوز النكس، وأن يغسل كل المواضع الموجودة في الوجه إلا البواطن، يعني داخل الأنف أو داخل العين مش واجبين. الواجب غسل الظاهر. جيد، وأن لا يكون هناك طبعا حاجب أو عمش مثلا أو كحل للمرأة أو ما شابه ذلك يمنع من وصول الماء إلى تمام الوجه. ثم غسل اليد اليمنى من المرفق، هذا المرفق، إلى طرف الأصابع. جيد، طبعا الآية القرآنية قالت اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قد يظن البعض أن الغسل
إلى المرفق يعني بهالطريقة مثل ما بيعملوا إخواننا السنة، إنه الغسل بالعكس، غسل إلى المرفق. لكن الآية لا تبين كيفية الغسل، يعني لم يقل اغسل من ابدأ بالغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، وإنما قال اليد لها باللغة، تفتوا شوي، لها عدة إطلاقات. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من وين القطع؟ اختلف المسلمون، منهم قال من هون مثل السنة أو أغلبهم، ومنهم قال من هون كما نقول تقول الإمامية. فإذن أطلقت اليد باللغة العربية على إما على الأصابع أو على اليد فقط الراحة على الخلاف الموجود، وتطلق اليد على هذا القسم الذراع إلى الذراع إلى المرفق، وتطلق اليد إلى الزند، إطلاقات باللغة العربية. فالله عز وجل يحدد ما هي اليد التي تغسل، اغسل يدك إلى الزند أو إلى المرفق أو إلى الذراع آخر الذراع للكتف، ما هي اليد التي تغسل؟ يقول إلى المرفق. فإذا اليد التي يجب غسلها من طرف الأصابع إلى المرفق. أما كيفية الغسل فالآية لم تبين، ما بينت كيفية الغسل. ومن هنا يكون الغسل بالطريقة المتعارفة الطبيعية، أنه إذا واحد قلت له اغسل إيدك كيف بيغسلها؟ بحطها تحت الحنفية أو تحت المي بينزلها هيك. طبعا إيش الروايات عن النبي وأهل البيت سلام الله عليهم، وبينت أن الغسل لابد أن يبتدأ به من المرفق وينتهى بطرف الأصابع، إذن بهذه الكيفية. فالنكس لا يجوز، وأيضا يجب أن يكون مقدار بسيط فوق المرفق من باب الاحتياط، حتى يتأكد الإنسان أنه شو، أنه غسل المرفق بتمامه، كما ما بده خلي شيء يعني ما بين الأصابع وما شبه ذلك، ما بده خلي شيء ما يغسله. وهكذا الحال في اليد اليسرى. ثم مسح الرأس، الرأس مسح جزء من الرأس، وامسحوا برؤوسكم، يعني برؤوسكم، ما قال امسحوا رؤوسكم، مش كل الرأس، يعني بجزء من الرأس، وهو المقدم المنطقة من عند وسط الرأس إلى منبت الشعر، هي المنطقة يجب مسح شيء منها. الفقهاء يقولون يكفي أن يكون بعرض إصبع، العرض بعرض يعني بإصبع واحد بيقدر الإنسان يمسح، الأفضل بثلاثة أو بكل اليد، جيد. وطبعا المسح مقدار، فيمسح من النص لعند القصاص الشعر، فيمسح مقدار نصة مثلا أو تلتة أو ثلاثة أرباع أو ما شبه ذلك، المهم أن يمسح مقدار. وهكذا الحال في مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، الكعبين اللي هن المنطقة المفصل، يعني على خلاف هي القبة أو منطقة المفصل في القدم، أيضا يكون بتمام اليد أو بأصبع واحد أيضا يكفي. ويشترط أن يكون مكان المسح جافا، الممسوح يعني أن يكون جافا الرأس والقدمين. هلأ هناك طبعا شرائط، يعني مثلا طهارة الماء، طهارة أعضاء الوضوء، ألا يكون هناك حاجب، أن يكون الماء مباح مش مغصوب، مذكورة في محلها حتى يصح أو يأتي الإنسان بالوضوء الصحيح. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.